هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين والعاملين بشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية تم التقاط الصوره التذكاريه عقب الجوله التفقديه والتي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المرحله الثانيه من مدينه الصناعات الغذائيه